السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم عن الفتيس الدول كلتش، الفتيس اللي مرعب بالنسبة لناس كتير جدا. ناس كتير جدا بتخاف من الفتيس ده وبتقولك ابعد عن الشر وغنيله، وفي ناس تاني متحمسة جدا للفتيس ده لان الناس دي بتحب الاداء في العربية، وهو فتيس مخصص ان هو يديك افضل اداء للعربية بتاعتك. الفيديو ده مخصص للناس اللي عندها فتيس دول كلتش، او الناس اللي هتفكر تشتري عربية بدول كلتش. هقولك 5 حاجات تعملهم عشان تحافظ على الفتيس بتاعك ويعيش معاك لأطول فترة ممكنة من غير أي أعطال إن شاء الله. الفتيس ده مش مرعب خالص ومش محتاج إن أنت تبقى قلقان منه أو إن أنت تبعد عنه، إلا في حالة واحدة بس، لو أنت بتدور على عربية اقتصادية، ولو أنت بتدور على عربية مش بتديك أداء، ولو أنت بتفكر في عربية توفر لك يبقى ما تجيبش الدول كلتش. أول حاجة عايز أتكلم فيها هو أنواع الدول كلتش. الدول كلتش ليه أسامي كتير جدا، ولكن اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي النوعين اللي هما الدراي والويت. إيه الفرق ما بين الاتنين وليه أصلا بقى فيه نوعين؟ الدراي زي ما احنا كلنا عارفين اللي هو ما فيهوش تبريد زيت، والويت اللي فيه تبريد زيت. طيب إيه الفرق ما بين الاتنين وإيه مزايا وعيوب كل واحد؟ الويت مزاياه إن هو مش بيسخن بسرعة، والكلتشات بتاعته بتعيش فترة أطول نتيجة إن هو فيه تبريد بالزيت. طيب الدراي مشكلته إيه أو إيه خصائص بتاعته؟ إن هو بيسخن أسرع، مش بيستحمل الضغط عليه اسرع، وما فيهوش تبريد بالزيت. طيب لما هو دلوقتي اللي فيه تبريد بالزيت او الويت ده اللي ما فيهوش مشاكل، ليه الشركات اصلا اخترعوا الدراي؟ هقول لك لان الدراي فيه ميزتين. الميزه الاولانيه ان هو وزنه خفيف وده بيدي اداء افضل، والميزه الثانيه ان هو كاداء للفتيس نفسه احسن بكتير من الويت. فبعض الشركات لجأت للدراي عشان عايزه تدي اداء اكبر للعربيه. اول حاجه عايز ابتدي بيها اقول لك ان انت حاول قدر الامكان تشتري عربيه فيها اوتو هولد. الاوتو هولد اللي مش عارفه اللي هو بمنتهى البساطه ان انت لما بتقف وبتضغط على الفرامل بتاعه العربيه لفتره مجرد ثانيتين، وانت طبعا لازم تكون رابط الحزام، العربيه بتفرمل لوحدها، تقدر تشيل رجلك من على الفرامل من غير ما العربيه تتحرك. ليه الاوتو هولد مهم؟ هقول لكم واحنا بنتكلم ليه مهم، بس دي من اول الحاجات اللي لازم تركز فيها. طول ما العربيه فيها اوتو هولد هيريحك في حاجات كتير جدا. هنبتدي بقى في ال5 نصايح اللي انا كنت بكلمكم عليهم. اول نصيحه، لو انت ماشي في طريق والطريق ده فيه زحمه او ان انت وقفت في اشاره، مش لازم تنقل الفتيس بتاعك من الدي للان، يعني مش لازم تحط الفتيس بتاعك على المور. بعض الناس بتتخيل ان طول ما العربيه واقفه ومتفرمله سواء بالاوتو هولد او بالفرامل وانت حاطط الفتيس على الدي، ان الموتور عمال يحاول يحرك العربيه والفرامل بتوقفها وان في ضغط كده على الفتيس، وده مش حقيقي. العربيات الجديده بقت متطوره بشكل تبقى عارفه وفاهمه ان العربيه في الوقت ده واقفه وتبتدي تفصل الفتيس بشكل تلقائي، فانت مش محتاج تنقل الفتيس بتاعك على الان عشان تفصل الفتيس عن الموتور. فما تخافش على الكليتشات بتاعتك وما تخافش على الفتيس بتاعك ان هو هيسخن، مش دي المشكله اللي تخلي الفتيس يسخن. الحاجه الثانيه، لو انت طالع على مطلع بلاش تخلي العربيه تحمل على الفتيس، بمعنى ان العربيه بتاعتك لو ما فيهاش هيل اسيست، والهيل اسيست ده اللي بيخلي العربيه بتاعتك تفضل واقفه على مطلع وتفرمل نفسها من غير ما انت تحتاج ان انت تفرملها، في الحاله دي ما تخليش العربيه واقفه بقوه الضغط بتاعت الموتور، بمعنى ان الموتور عمال يلف فقوه الموتور متوازنه مع الانحدار بتاع المطلع ده والعربية واقفة بالطريقة دي. الطريقة دي هتخلي الكليتشات تتآكل بشكل كبير جدا وهتخلي الفتيس بشكل عام يسخن. لو انت طالع مطلع ووقفت فرمل العربية، ما تتحركش تاتا تاتا، بمعنى ان انت لو ماشي في طريق زحمة ما تخليش العربية عمالة تمشي وانت دايس سنة فرامل، يا تضغط على الفرامل للاخر يا ترفع رجلك على الاخر، لكن ما تبقاش العربية ماشية وانت ضاغط سنة فرامل، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتأثر على تآكل الكليتشات بتاعة الفتيس. فلازم تبقى حامش مع عربيتك، لو عايز تفرملها تدوس فرامل للاخر، لكن النص نص ده مش هيمشي معاها. بشكل عام الدول كلاتش مش بيحب الحر ومش بيحب الزحمة، لكن لو انت استخدمت الفتيس بشكل مظبوط مش هيحصل فيه مشاكل ان شاء الله. النصيحة اللي بعد كده، بلاش تلخبط عربيتك، بمعنى الدول كلاتش عبارة عن فتيس ثنائي الدبرياج، واحد متخصص بالنقلات الفردية واحد متخصص بالنقلات الزوجية. فاللي بيحصل ايه؟ انت دلوقتي على الغيار الاولاني وفي حالة تسارع، العربية بتبقى مجهزة الغيار التاني لان عارفة ان انت في حالة تسارع وهتحتاج الغيار التاني، فبالتالي اول ما بتوصل للسرعة بتاعت الغيار بتديك الغيار وبتجهز الغيار التالت وهكذا. ولو انت في حالة تباطؤ وبتدوس فرامل نفس القصة بتحصل. لو انت على الغيار الخامس العربية بتبقى مجهزة الغيار الرابع، واول ما تبتدي السرعة بتاعتك تقل تنقل على الرابع. ازاي بقول لك بقى ما تلخبطش عربيتك وما تبرجلهاش؟ بمعنى ان انت لو انت ماشي وبتهدي مثلا عشان الاشاره قدامك قافله وفجاه الاشاره فتحت ما تكبسش بنزين على الاخر، لان في الحاله دي العربيه بتبقى مجهزه الغيار الاقل مش بالغيار الاعلى، فلما انت تدوس بنزين مره واحده العربيه هتاخد وقت عقبال ما تفهم
ان انت بدل ما كنت محتاج مثلا الغيار التاني، لا انت محتاج دلوقتي الغيار الرابع. ده مش بيأثر على العربية او على الفتيس، ولكن بيأثر على ادائه، بمعنى ان هو المفروض ان هو كان محضر الغيار عشان يديك اسرع نقلة، فلما انت بتلخبطه بالشكل ده وبتنقله من حالة التباطؤ لحالة التسارع المفاجئ، بيبتدي ياخد وقت اطول من المعتاد، وتبتدي تحس ان اكن فيه بطء في النقل. بس البطء ده مش مشكلته الفتيس، البطء ده مشكلته انت، انت اللي لخبطته. فحاول دايما لما تتنقل من حالة لحالة يبقى النقل ده بالتدريج، ما بقاش مرة واحدة. النصيحة اللي بعد كده، بلاش تعمل فيها امريكاني، بلاش الطلعات الامريكاني، بلاش الفرك بالعربية. الفتيس ده مش بتاع الحاجات دي، الفتيس ده بيديك اداء وتسارع وقوة، ولكن مش بالضغط عليه. الضغط عليه بيزود التآكل بتاع الكليتشات، الضغط عليه بيزود الحرارة بتاعته، الضغط عليه هيخلي عمره يقل معاك، وهتوصل في مرحلة من المراحل لو ما تبعتش كل النصايح اللي انا بقولها لك دي، هتوصل في مرحلة ان الفتيس هيسخن منك والعربية تقولك انت لازم تقف دلوقتي. طبعا في عربيات عندها مشاكل كبيرة في الفتيس ده، مش كل الشركات نجحت فيه، ولكن باتباع النصايح اللي انا قلتلك عليها دي هتخلي المشاكل دي ما تظهرش معاك بشكل سريع، او لو انت الفتيس بتاعك اصلا ربنا كرمك بفتيس ما فيهوش مشاكل، ان شاء الله برضو ما يظهرش فيه مشاكل. فالطلعات الامريكاني ما تعملهاش. فكرة ان انت تبقى دايس فرامل وبنزين وتفضل العربية في حالة تسارع وترفع رجلك مرة واحدة، بلاش تعمل كده. بعض العربيات اصلا فيها نظام حماية ان هو عدد لفات الموتور لو زاد لعدد معين وانت ما بتقدرش تتحرك بتبتدي تقلله تاني، عشان هي خايف على مصلحتك اكتر منك. في النهاية عايز اقولك ان الفتيس ده فتيس جميل وفتيس هايل واختراع رائع للناس اللي بتحب الاداء، الناس اللي مش بتفكر ان هي عايزه توفر لتر ولترين بنزين زياده، للناس اللي تعرف تتعامل معاه مظبوط. لو انت شايف الحاجات اللي انا قلتها لك دي حاجات هتشغل بالك وانت مش عايز تشغل بالك وعايز تسوق بمنتهى البساطه، يبقى بلاش اصلا تشتري الفتيس ده. هختم باخر حاجه هقولها لك، ليه انا قلت في الاول ان انت محتاج عربيه فيها اوتو هول؟ عشان في الحالات اللي انا قلتها لك دي، الحاله اللي انت عايز تقف فيها ان انت مجرد ما تدوس على الفرامل مش محتاج ان انت تفضل طول الوقت دايس، مش محتاج ان انت تنقل الفتيس بتاعك على الان او على البي، الاوتو هول ده هيعمل ستوب للعربيه والعربيه هتقف مكانها، مش هتبقى محتاج تفكر اكتر في ان العربيه عماله تتحرك منك ببطء عشان انت مش دايس فرامل كفايه، او ان انت محتاج ان انت طول الوقت تفضل دايس على الفرامل. فهو حاجه بتريحك وبتحافظ على الفتيس بتاعك. بكده اكون وصلت لاخر الحلقه دي، واشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله. مع السلامه.